يلا السلام عليكم شباب، تحياتنا لكم. عندي وجبة مخاليف وحشيات المنفذ، يعني حار ومقسب ورخيص. بس اشرح لك بالوجبة. هذني خمسة عندي مال منفذ منتهين من عندهم، راح ارقمهم وينزلن هن اللي بالبداية، يعني من واحد للخمسة. وعندي بيهن تك الوازي، الوازي خليته اخر واحد. هذن كان عندي ستة، اساسا جماعة كانوا يمي اخذوا خمسة من عندهم، فبقولي بس واحد. خمسة اخذوهن هيك بدون عزل، بقى عندي بس واحد. هذا الواحد انا باكر ما عندي فيديو، فقلت ليش انتظره للجمعة، نزلته ويا هاي الوجبة. هذا راح اكتب عليه بس الوازي بدون رقم، هذا يكون سادس واحد ديني، يعني بس بدون رقم. هاي شغلة. وعندي زوج هذني مال ديالة، مخاليف مال ديالة، هذني بدون عزل، هذني صادوهن سوى فبقيناهن سوى ولايف، يعني طلع النتي وفي على ساي النتي فوق هاي اللي تشخشخ، شوفها هاي النتي. وهذا الفحل اللي بريشة طافرة، يعني مو لون طفرة، لا طافرة اللي فوق صاعدة، هذا الفحل الخشن. وهاي النتية بس تشخشخ. هذا اللي صادوه سوى، ذني اللي يعني بباله محمية مال تكاثر، شيء اللي بباله يعني على باب الله همين، لأن سعرهم كلش مناسب وكلش حلوات. هذا اللي عندي زوج وكزوج إلا خمس صايديهم، بس ما عندي قفص أعزلهم حتى أشوفكم. هذا اللي صورتني على قرب إن شاء الله، وهم راح ينزلن بنفس الفيديو. أوكي، هاي البلابل، هذا رقم خمسة، شوفوا شلون خشونة دي كلش نظيف. رقم ستة هم خشن وديله مدرج، بس شوية فوق الريش، فوق راسه واقع ريش من عنده ما القفص. هذا الثالث هم كلش حلو نظيف. وهذا رقم اثنين خشونة كلش قوية بي. وهذا الأولاني عمره صغير كلش، يعني جناحاته مليح، ديله أملح. هذا الأول، تحياتنا.